كابا مارو. افتحوا الباب أرجوكم، افتحوا الباب أرجوكم. كاورو أرجوك افتحي الباب. كاورو كاورو افتحي. من هنا؟ افتحي أنا ماي. أوه ما بك يا ماي، ما الأمر؟ جيزون جيزون إنه أنا كاورو. حافظي على أعصابك. ماذا ضربك بالعصا؟ أجل فجأة ومن الخلف. جيزون نسيت هذا. أمر فظيع. هوجم في الظلام. لكن لماذا جيزون؟ يجب أن نعرف من هو الجاني. علينا أولا أن ننقله إلى المستشفى. أجل معك حق. لا لزوم لذلك، أنا بخير. جيزون لا أعرف دوافعه، لكن لعله كان غاضبا. لا يجب أن نعظم الأمور، وإلا سيقلق الطلاب ويلحقون العار بكرامة مدرستنا. لا تهتم الأمر. جيزون أنت حقا شاب مسامح وطيب القلب. أجل تصرفه رائع. هاي ماذا تفعلون هنا؟ هل وجدت المعتدي كابامارو؟ لا لقد هرب. وكيف هرب منك؟ ألست نينجا؟ لكن الأمر ليس مهما، إنها مجرد ضربة بالعصا والمجرم لا يستأهل العناء، صح يا شيزون؟ كابامارو توقف، إن جرحه بليغ جدا. لا تبالغ كثيرا يا ماي، كسر ذراعه فقط، ولا بد أن العضل قد تهشم قليلا. لا شيء يدعو للقلق. هاي ماي أمسكي هذه. أجل هات ذراعك. هات توقف يا كابامارو توقف. اسكتوا، يجب أن أكون بالغ الحذر، إلزموا الهدوء. لا أقدر أن أتركه يفعل، وإلا فإن ذراع جيزون. حسنا توقف. شكرا شكرا، هذا ما كان يلزمني. حسنا انتهينا أخيرا. لا نحن ما زلنا قلقين عليه. لا تخافي سأنقله إلى المستشفى في الحال. أجل أنتما اذهبا إلى السيدة أوكوبو وأخبراها عن الأمر. أجل أنا سأكون عندها بعد لحظات. أجل أجل أرجوك. أجل أرجوك. إلى أين تذهب؟ أي هي أريد أن أرى المستشفى، لم أرى واحدة من قبل. لا اتركيني. اذهب بسرعة أرجوك. لقد ذهبوا. جيزون الثلج. لن أدعك أبدا تذهب وتأكل بمفردك، لن تفلت مني أبدا. يا للفظاعة، أرجوك أسرع. حاضر. هل سيارة نائب المدير؟ أجل بنا. أنا نينجا جيد، لكن هذا اليوم بارد جدا. اتشي. من هنا؟ هدوء. ماذا تخالون هذا المكان؟ ها انا اسفة جدا. لا تنسي اين انت. كيف حال شيزون؟ إنه كسر مركب، يقولون العملية صعبة جدا، لعل علاج كابامارو هو السبب. معك حق، لقد رأيت شيزون يتألم كثيرا وهو يعالج ذراعه. على كابامارو أن يتحمل المسؤولية إن لم تشفى ذراعه. لا بلا لا بلا قلت لا بلا. هدوء. أنا آسفة. هذا مستشفى. نعم
تدعوني أعيد ما قلت. ترى أين ذهب الجميع؟ لا توقفي. كفى، إلزمي الهدوء. أرجوك لا تفعلي بي ذلك، أرجوك. أسكتي. لا أريد أي أدوية، لا أشعر بنفعها مهما أخذت منها. توقفي أرجوك. أصمتي، لا يمكنك أن ترفضي الأدوية، أنت مريضة جدا. إنها أدوية ممتازة وغالية الثمن، سوف تتحسنين بالتأكيد. يا ويلي، أنا لم أخذ أدوية من قبل. يا لها من امرأة مرعبة. أنت وكيف جئت إلى هنا؟ كيف؟ أنا كابامارو إيغانو، كيف حالك؟ اسمي يوني كوباياشي، قدمت لي خدمة لا تقدر. شكرا لك، شكرا. أصدقاء؟ أجل. مسكين شيزون، ترى من أراد له السوء؟ يبدو أنه سيبقى في المستشفى طويلا. عفوا، مرحبا. أوه، شكرا لك يا دكتور. أهلا دكتور، كيف ترى حالته بالضبط؟ سمعت أن العملية كانت صعبة. أجل، وغالبا ما يكون الكسر المركب صعب التجبير كثيرا، لكن في هذه الحالة وجدنا العظام المحطمة في مكانها الطبيعي. الإسعافات الأولية التي قدمت لهم ممتازة، لذلك كانت العملية سهلة. أود أن أعرف كيف أسعف. هذا يعني علاجك بمارو كان ممتازا؟ غير معقول. لا، أرأيتم، كنت على حق. أراكم فيما بعد. أجل. لم يخطر ببالي أن أثق بكابامارو، أنا أستاذه ولم أثق به. كابامارو، أنا آسف، سامحني يا كابامارو، سامحني. ماذا جرى لنائبي يا ترى؟ هل هو بخير؟ ماذا؟ 4 مرات في اليوم؟ أجل، وهي دائما تجبرني على تناول الأدوية، ومع ذلك ما زلت مريضة جدا. أريد أن أعود إلى بيتي وأكل الأرز مع أحفادي. العجوز المسكينة. حسنا حسنا، خذي هذا الدواء. ما هو؟ أنت أيضا؟ هذا دواء خاص بالنينجا، جربيه، إنه أفضل من باقي الأدوية بكثير يا سيدتي. لكن خذيه ولا تسألي، افتحي فمك هكذا. طعمه مر جدا كالعلقم. الدواء الجيد طعمه مر دائما. أنا ذاهب، انسي همومك. يبي غير ممكن. نود أن نبقى عنده هذه الليلة على الأقل. لا، غير ممكن، نحن سنهتم به. لكن لا داعي للقلق أبدا، تصرفكم هذا لن يفيد المريض في شيء. هيا عودوا إلى دياركم. حسنا، فهمنا. أراكم غدا. ما أظرفك يا شيزو. الفتى المسكين، لابد أنه يرى أحلاما مزعجة. لا تقلق، سأهتم بك.